السلام عليكم. احنا اخويا من دوك الناس المتضررين ديال عمليات البيجة في المحامي داشرة. المهم احنا كاينين الناس ديال السيسان والناس ديال الشقاق. السيسان راه تقريبا من 2016 لحد الان ما استفدوش، ياك فهمتي؟ وبالنسبه للشقاق حتى هما راه من 2018 وراه باقي المسائل عندهم عالقه. المهم دازت بزاف ديال اللقاءات مع الضحى ومشينا للجماعه ودرنا مجموعه من الشكايات، ولكن داكشي كله كان حبر على ورق، ما وصلنا حتى لشي نتيجه. والان راه وصلنا لواحد النهايه، وهي انه وصل الباب مسدود، بمعنى ان الشقاق راه قالوا لنا بانه راه يقدروا يحلوا مشكلهم، ولكن السيسان ما عندهم حتى شي جواب وما عندهم حتى شي فكره على هذا السيسان. وحنا ولينا الان بين ما عرفنا دوكا حنا واش هذوك السيسان ديالنا ولا ما ديالنا ولا، وتنتظروا من المسؤولين باش يعطيونا واحد الجواب. وهاد الوقفه اللي جينا درناها هنا راه جات بعدا بعد هاد المراسلات المتعدده، وبعد كذلك هاد نعم قدنا هاد الماراثون هذا باش نوصلوا للنتيجه. والان راه تشوف دوكا راه ما كان حتى شي مسؤول اللي هو خرج عندنا باش غير يقول لنا اشنو اللي كاين، وبقات الامور هي مع الميال. هو بالنسبه للشقاق راه هما مبنيين كاملين، السيسان حتى هما راه مجهزين كل شيء كامل، ولكن لحد الان ما بيعطيوش هذوك اسمو اشنو المشكل بالضبط. حنا راه حتى الاسباب ما عرفناهم. مرات يقول لك اودي راه الضحى ما دارش، ما احترمش كيت شارج داك الدفتر التحملات. مرات يقول لك اودي كان واحد المليار ما بيناتهم، يعني واحد المليار كان بغيت تعطيها لشي جمعيه ثقافيه، ما باقيش هذيك الجمعيه وقال لهم باش هذوك يعطيوه للجامعه، وبقى داك الشيء بينهم وبين الضحى. مره اخرى تيقول لك اودي غير انتظر، وكل عدد بزاف ديال الاسباب. وحنا راه شي سبب اللي هو حقيقي راه ما عرفناش في الحق. السلام عليكم، انا عزيزه دافعه للضحى مده 3 سنين هادي، كنت راهنا وكنطران ومشيت دفعت لهم داكشي اللي عندي دفعته لهم. دابا راه تيديونا باليوم غدا 3 سنين هادي باش دافعين لهم. حنا جينا للولايه قالك المشكل في الولايه، جينا للولايه ما حلوش معنا المشكل، قالك سيروا للضحى، كنمشيو للضحى كيقول لك سيروا للولايه. وحنا دابا بين البنات ما عرفناش فين كاين المشكل، ما كاينش اللي يحل معنا المشكل. وحنا راه دابا راه ضايعين، لا حنا ولا وليداتنا، ولا كاين اللي مخلص كاش وخرج كاري، داكشي اللي تتقطع عليه البنكه راه هو كاري بيه، وحنا راه مكرفسين وصافي. ما هادشي اللي عطى الله.